3 على 10 هي 30%، 0.3 هي 3 على 10 يساوي 30 على 100. إذا هذه طريقة ثانية لتحويل الأعداد الكسرية إلى نسب مئوية. إذا الآن سننتقل بعد التمارين، هناك تمارين تطبيقية. مثلا مجموع تلاميذ القسم هو 30 تلميذا، علما أن نسبة النجاح هي 80%، أوجد عدد التلاميذ الناجحون. إذا هنا 80% تعني كل 100 تلميذ ينجح منهم 80 تلميذا فقط، يعني نسبة النجاح هي 80%، يعني كل 100 تلميذ ينجح منهم 80. إذا هنا سننظم المعلومات في كذلك اليمين مجموع التلاميذ، وما في اليسار في اليمين الناجحون، وفي اليسار مجموع التلاميذ. إذا سننظم هذا التمرين في التناسبية كذلك، مجموع التلاميذ هو 30 تلميذا، يعني كل 100 تلميذ ينجح منهم 80. إذا لدينا احنا مجموع التلاميذ هو 30 تلميذا. إذا لكي نحسب عدد التلاميذ الناجحون من 30 سنقوم بالقاعدة الثلاثية، هي 80 في 30، والنتيجة مقسوم على 100 نحصل على 24. إذا سينجح في 30 تلميذا 24 تلميذا. إذا يعني إلى عندنا 100 تلميذ نسبة نجاح 80%، يعني كل 100 تلميذ سينجح منهم 80. إذا كان لدينا 30 تلميذا سينجح 24 منهم. نمر إلى التمرين الثاني. دائما أمثلة التي أنتم في القسم تعيشون هذه الوضعية. في القسم 25 تلميذا من بينهم 17 فتاة. أوجد النسبة المئوية للذكور والإناث في هذا القسم. إذا مجموع التلاميذ القسم ذكور وإناث هو 25، من بينهم 17 بنتا. إذا السؤال هو أوجد النسبة المئوية للذكور والإناث في هذا القسم. إذا سنبدأ بنسبة الإناث. لدينا دائما مجموع التلاميذ ثم الإناث. إذا في القسم 25 تلميذا مجموع التلاميذ هو 25، الإناث 17. إذا إلى 100، إذا حينما نبحث عن النسبة المئوية، يعني إذا كان لدينا قسم يتكون من 100 تلميذ، ما هو عدد الإناث الذي سينجح في هذا القسم؟ إذا نفس الشيء، 17 في 100 مقسومة على 25 سنحصل على 68. إذا نسبة المئوية للإناث في هذا القسم هي 68%. إذا كان القسم يتكون من 25 تلميذا من بينهم 17 بنتا، إذا فكم من ذكر يوجد في هذا القسم؟ عدد الذكور في القسم هو 25 ناقص 17 يساوي 8. إذا نفس الشيء سنحصل على النسبة المئوية للذكور، أو ببساطة يمكن أن نفعل 100 ناقص 68 يساوي 32%، أو نتبع كذلك التناسبية. مجموع التلاميذ الذكور 25، هناك 8 تلاميذ، في 100 تلميذ سنحصل 100 في 8 مقسوم على 25 سنحصل على نفس النتيجة، هي 32. ثم نمر إلى التمرين الثالث والأخير. مجموع تلاميذ المستوى السادس، مجموع التلاميذ في المستوى السادس هو 140 تلميذا، رسب منهم 7 تلاميذ. أوجد نسبة النجاح في هذا المستوى. إذا هنا مجموع التلاميذ 140 رسب، يعني لم ينجح منهم 7 تلاميذ. إذا كذلك السؤال نسبة النجاح في هذا المستوى. عندنا مجموع التلاميذ والناجحون، لدينا في 140 تلميذا نجح 133، يعني 140 ناقص 7 يساوي 133. إذا في 100 تلميذ كم سينجح؟ إذا 133 في 100 مقسوم على 140 سينجح منهم 95. إذا في كل 100 تلميذ سينجح 95. إذا نسبة النجاح في هذا المستوى هي 95. إذا شكرا لكم، إلى حصة مقبلة إن شاء الله، وسأوفيكم بالتمارين التي ستنجزونها في المنزل.